السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني. اليوم عندنا هذا سكوتر، بس هذا سكوتر حجم كبير، يعني في سكوترات في حجم صغير في حجم كبير، هذا حجم كبير. يعني الدولاب تبعه شوفوا ايش دولاب عليه، يعني كبير اكبر من السكوترات التانية. حتى التغذية صاير طرف وكبسة البور طرف، اما الصغار اثنينتهم جنب بعض على الجنب. هلا اليوم شغلتهم على البطارية، في هيك اعطال، كمان اغلب الاعطال عم تصير هيك شغلات. هو سكوتر بعد تقريبا 3 سنين اغلب البطاريات بتموت خالص، يعني الى عمر. بس بشكل عام يعني تشوف لك واحد عنده سكوتر وتركه لمدة شهر شهرين ما استعمله، أو 3 شهور أو 6 شهور، وبيشحن ما بقى بيشحن. بهيك حالة طبعا إذا تحط بطارية جديدة بيشتغل معك، أما البطارية الثانية يكون نشفت أو لما أثناء الشحن الدارة تنضرب. على كل حال تابعونا شوف شلون عم يصير معنا البطارية. أول شي طبعا بتشيل الغطاء، أنا فكيت الغطاء مشان السهولة، مشان ما نضيع وقت يعني كتير، نحن بدنا بس تصل الفكرة. يعني بتشيل الجكة وبتشيل البطارية، هاي البطارية، هاي الدارة تبعها، فك الدارة طبعا إلى موسفتات، 4 موسفتات بالدارة طبعا. هاي تفك الغطاء، بتفك قسم السالب للبطارية قبل ما تشتغلوا أي شغلة، أما القسم الثاني الأسود بيجي على الجكة يعني فاضي ما يأثر شيء. نشرح هيك يمكن يكون أوضح إذا شرحناه هيك. بعد ما فكيت طبعا هذا من هون عشان ما يصير اي قصر. هلا ما في يعني غير خط واحد، وهذا كمان الخط الموصول كمان على الجك فاضي، يعني ما يأس، يعني ما في عليه كهرباء. بعد ما فكيت هالغطاء في 4 موسفتات طبعا حسب النوع الشركة. يعني طبعا هلا هاد الموسفت كان قطش واي 1607، طبعا دخلت على جوجل مكتوب 68 فولت 70 امبير، طبعا يمكن ما يتواجد نفس الترانزستورات. انت شيء قريب عليه ومتوفر ويكون يفي بالغرض، يعني في اكثر شيء الموسفتات، حتى الترانزستورات او الموسفتات اللي موجوده بداره السكوتر او بدارة البطارية نفسه 75 N75 بيمشي حال 75 فولت 75 امبير. هلا مثل هذا الموسفت 68 فولت 70 امبير، طبعا هذا 75 N75 في اصلي وفي تقليد. الاصلي تحطه بيمشي حال، هدول 2 كانوا مضروبين. هلا اذا حطينا هون هذا محله شوي صعب، يعني صاير الموسفت اس ام دي يعني لصق يعني، وهذا عادي يعني. بنقص الطرف هذا هيك بحيث يصير مرادف او بيدخل مكان الموسفت القديم.
النصاني هو نفسه المبرد والنصاني واحد، هو نفس القطعة يعني، بتطعجوا بتحطوه هنا الطرف، يبقى هالخطين بتلحم، وهالخطين طبعا بتقصهم وبتلحمهم. طبعا شوفوا في الاجر شوي مثلا تخينة وبعدين بتصير رفيعة، يعني الخط الرفيع بتقصه يبقى التخين لحاله يفي بالغرض، لأنه يسحب أمبير قوي يعني. هاد يصير أفضل إذا بنقصه هاي، قصينا هلا هيك يفي بالغرض، حطوا مكانه بنلحمه، وإن شاء الله طبعا هذا بتلحمه المبرد بتلحمه معه، وهاد بتطعجه حيث يصل للخطين تبع الموسفت هون وهون، وكمان بتلحمهم هدول الخطين تبع البورد، وإن شاء الله البطارية طبعا هلا هذا جاهز. هلا هون جاهز اخواني، بعد ما ركبت الموسفتات الاثنين بتركبهم، هلا جاهز. طبعا هذول اثنين شغالات، يعني اذا كانوا مضروبات طبعا تفحصهم، يعني اذا كانوا مضروبات بتغير الاربعة. هلا هون اغلبهم هذول بينضربوا يعني، وطبعا في من اربع موسفتات جنب بعضهم، وفي من هذول مقابل بعض كل اثنين مع بعض، حسب يعني نوع البطارية ونوع الشركة. اخواني بعد ما ركبت الموسفتات، مو مباشرة نطبقه للسكوتر، لا، بدك بتشحنه مصدر خارجي، هذا السالب والموجب هون، صاير الجكي هون طبعا جاي الموجب هون، هدول اثنين طبعا بتفحصهم على الابو، عبارة عدى عليه فترة ما انشحن، هلا فيه 16.5 فولت. هي البطارية طبعا اغلب كل البطاريات بشكل عام يعني بتجي 36 فولت، والشاحن تبعها 42 فولت، يعني دائما الشحن تكون اعلى من البطارية، يعني حتى البطارية 12 فولت الشحن تبعها 14.5 فولت مثلا هيك، وهكذا 24 فولت مثلا 29 فولت الشحن تبعها، وهكذا. اخواني هلا هذا 16 فولت مصدر باور سبلاي، مثلا اذا عندك او اذا عندك شاحن تبع سكوتر، اذا واحد بيشتغل فيها مثلا مصلح، لازم يأمن له شاحن سكوتر وبيشحن هالبطارية، بعد ما يخلص البطارية تعبت بعدين بيوصل هالوصلة، وان شاء الله يكون جاهز سكوتر وخلص. بقى دائما عن طريق الشاحن تبع سكوتر بتشحنها بيمشي حاله، وقليل يعني قليل بينضرب الدارة تبع الشحن تبع سكوتر اللي بطريقة، طبعا هذا مقبس هذا تبع الشحن شاحن، طبعا بيجي لهون هاي الخطين هذول النين، طبعا هو جكتين حمر وجكتين سود، الحمر اتنيناتهم مع بعض والسود مع بعض عم يتوزع وبيجي، وطبعا هذا الكابل تبع البطارية وبيروح على البطارية، هون البطارية بيجي على الجكي هاي. فيك بتفحص كمان اذا بتحط جك الشاحن وبتفحص هالخطين، لازم يعطيك 40 45 فولت، انت ما اذا تأكدت من هيك معناته الشاحن تبعك والدارة جاهزة. اذا ما طلع معك الفولت هون، يا الشاحن يا المسار تبع الخط بدك تتابعه بيطلع معك هيك.
هدول اغلب السكوترات هيك. الشغله الثانيه، قبل يومين اتصل معي اخ قال لي انا ركبت بطاريه جديده، وبعد ما ركبت البطاريه وشغلت صار السكوتر عم يعطي خربطه، يعني بدل يروح قدام يرجع لورا، مثلا يلف على اليمين يلف على اليسار بالعكس. طبعا هاي برمجة سكوتر، هاي كمان خدوها قاعدة. تبرمج سكوتر او في حال تغير البطارية او فصلت البطارية ورجعتها بدك تبرمج سكوتر، بتضغط ولعدة ثواني، يعني تقدر للعشرة مثلا، تعد 1 2 3 4 مثلا، 5 6 7 8 9 10 هي مثلا، وبتشيل ايدك بتطفي تشغل، بيعيد البرمجة من جديد. دائما فصل البطارية وتركيبها، حتى الساعات الإلكترونية بشكل عام، يعني إذا فصلت البطارية تبع الصغيرة تبع الساعة الإلكترونية تبع مثلا المساجد أو كذا، شلت البطارية وحطيت بطارية جديدة، بيرجع البرمجة لإعادة الشركة، إعادة ضبط مصنع من جديد. يعني بدك تعير بقى التاريخ والوقت بشكل عام، يعني أي بطارية، مثلا الكيس تبع الكمبيوتر مثلا فيه بطارية صغيرة كمان، مرات كل 15 سنة مرة تغيره، أو بطارية اللابتوب لما بتفصلها وبترجعها كمان، هدول كلها بس فصلت البطارية ورجعته بتعيد الإعدادات، بيرجع لضبط المصنع. أنت بقى بتسجل التاريخ والساعة من جديد مشان يتبرمج معك. هون هلا بشكل عام أعطيتكم معلومات عامة يعني على السكوتر وعلى البطارية تبعه، وإن شاء الله تستفادوا منه. ولا تنسوا، المو مشترك خليه يشترك بالقناة، والإعجاب بالقناة، وإن شاء الله تستفادوا من قنواتنا. وإذا تستفادوا من هالقناة ومن هالفيديوهات اللي عم أنشرها، يا ريت تعليقاتكم تهمنا كتير يعني. وإخواني كمان في بالنسبة لمجموعات، انا سويت مجموعات، يعني كل واحد مثلا على اليوتيوب بيقول لي عندي سكوتر كذا، او عندي ماكينة لحام، او عندي طباخ ليزري مثلا على اليوتيوب، ما نقدر مثلا نبعت صور وشو نسوي وكذا. الواتساب واحد ياخذ راحته والصور ويستفادوا منه الكثير. يعني قمت عملت مجموعات، في عندي مجموعة طباخ الليزري، في عندي مجموعة ماكينة الحام، وفي عندي مجموعة سكوتر، وفي عندي مجموعة تلفزيونات والشاشات، وفي مجموعة صيانة عامة، يعني اي شغلة يخطر على بالك مثلا. والشباب يعني كل واحد في مختص بشغلة، يعني في كتير، يعني في من مختصين بتلفزيونات وشاشات، في من مختصين بالميكرويف مثلا، يعني اشتغل شغلة بزمانه. هدول عم الشباب عم يساعدوا بعضن يعني. واذا مثلا يجي لك واحد يقول انا مو مصلح شوي، اذا مو مصلح كمان صعب، يعني اقول فحص الموسفت وفحص كذا، يعني في امور تصعب علينا، وفي شغلات لسه عم نبحث فيها، يعني مو ضروري انه اعرف كل شيء، يعني في شغلات لسه جديدة علينا نحن كمان عم نبحث وعم نعمل تجارب عليها، وبعدين بنشر الفيديو. يعني إذا مو متأكد المعلومة 100% أنا ما أنشر ولا فيديو ولا أعطي لأحد جواب أنا ما مقتنع فيه، أو لسه ما عملت تجارب عليه. يعني أنا ما أقدر أعطي شغلة مو مزبوطة، يعني بالغلط، يعني الشغلة بالغلط تصعب علينا في أمور. يعني إخواني تجارب عم نعمل هلا تجارب، وان شاء الله كل مرة اعمل تجربة بدي انشر فيديو عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.